من عمان الرياضية نحييكم. لم يتبقى الكثير حتى يبوح دوري عمان تل بكل إسراره ليعلن عن هوية المغادرين بعد أن حسم صراع اللقب لصالح السويق. صحفنا المحلية توسعت في قراءة ما تبقى من منافسات البطولة. أما عربيا ما زالت حالة راموس وصلاح تشغل الوسط الرياضي، وعالميا فأخبار انتقالات اللاعبين ما زالت تحتل السواد الأعظم من أخبار الصحف. وقبل البداية نستعرض وإياكم مشاهدين الكرام أبرز العناوين. اتحاد الكرة يعتمد معسكرات تحضير الأحمر لنهائيات آسيا. رائحة التلاعب بالنتائج تنبعث من عجلات دور المحترفين قبل جولتين على الختام. إدريس المرابطي يوجه نصيحة: اتركوا الحروز وانتبهوا على الفئات العمرية. تونس الخضراء متفائلة بما قدمه نسور قرطاج. وباريس سان جيرمان يغري رونالدو على أمل ضمه. أهلا بكم وإلى التفاصيل. عقد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الهولندي بن فيربيك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر اتحاد الكرة ليعلن عن خطة إعداد المنتخب الوطني الأول للمشاركة في نهائيات آسيا بالإمارات 2019. صحيفة عمان تابعت فعنونت تقول: ثلاث معسكرات خارجية للأحمر استعدادا لكأس آسيا. وحسب الخطة التي قدمها الجهاز الفني فإن المنتخب الوطني يبدأ تجمعه في الأول من سبتمبر القادم لمدة يومين، وبعدها يسافر إلى المعسكر الخارجي خلال الفترة من الثالث الحادي عشر من سبتمبر، ويعود للتجمع الثاني في المعسكر من الفترة حتى من السابع إلى السابع عشر من أكتوبر، يتخللها لعب مباراتين وديتين، والمعسكر الثالث في الفترة من الحادي عشر الحادي والعشرين من نوفمبر، وسيكون خارج السلطنة، والمعسكر الرابع خلال الفترة من الخامس للخامس عشر من ديسمبر، والمعسكر الخامس من السادس عشر إلى 30 من ديسمبر خارج السلطنة، والمعسكر الخامس من الأول إلى الرابع من يناير، وبعدها السفر إلى الإمارات للمشاركة في نهائيات أمم آسيا. من جانبها انتقدت صحيفة كورة وبس خطة إعداد المنتخب وحملت المسؤولية لاتحاد الكرة لتخرج بعنوان تقول فيه: اتحاد الكرة يتحمل المسؤولية. وكتبت الصحيفة: لم يأخذ اتحاد اللعبة باقتراحات الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي كان يفضل خطة إعداد مختلفة تبدأ مبكرا، وبما أن اتحاد الكرة رفض خطة الإعداد فالأمر الواقع هو أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني سيبقى متفرجا ومتابعا للمباريات إن كان هنالك مباريات حتى بداية شهر سبتمبر، ومن ثم تدور العجلة للموسم الجديد كما دارت في الموسم المنصرم، وبالتالي سيكون الموسم نسخة من الموسم الحالي، ويا لها من نسخة. صحيح أن اتحاد اللعبة أصدر الخطوط العامة الأجندة للموسم الجديد، ولكنها ليست قانونا نافذا أو حكما مبرما، فالتوقعات هو أن تطالها يد التغيير والتأجيل والإشكاليات، وما كان يشكل صعوبة ومعاناة للاعبين سيبقى نفسه في المرحلة الثانية من الدوري بناء على فترة التوقف التي ستكون مشابهة للموسم الحالي. هذا ما أراد أن يقوله الإعلامي معن النداف في مقاله المنشور على صفحات كورة بس. نتابع. أصدر اتحاد كرة القدم العماني رزنامة الموسم المقبل، وذلك قبل انتهاء الموسم الاستثنائي الذي سيذكره الجميع بالكثير من الذكريات السلبية والسيئة بناء على ما حدث خلاله. وأصبح الهدف المنشود للجميع هو أن ينتهي هذا الموسم على خير وبأقل خسائر، خاصة من النواحي الفنية. ما قام به اتحاد كرة القدم شيء جميل ويجب أن نرفع له القبعات كما يقولون حتى الآن على الأقل، ونقدم له الشكر والتقدير، وهو سلك طريق سبق أن سلكه غيره من الاتحادات. صحيح أن ما قدمه الاتحاد خلال مؤتمر صحفي كان جيدا، وتم سرد الكثير من التواريخ المتعلقة بالبطولات والمسابقات وخطوطها العامة وحتى نظامها بشكل عام، ولم يكن هناك أي تغيير على نظام كافة البطولات، وهو مؤشر إيجابي، ويبقى هو كيفية تنفيذ هذه البطولات والالتزام بمواعيدها والابتعاد عن الارتجالية التي ميزت هذا الموسم. أن تقدم أجندة للموسم الجديد قبل انتهاء الموسم الحالي كما قلنا يحسب لهذا الاتحاد الذي فشل في تقديم شيء يمكن البناء عليه سابقا، وهذا ليس من عندي أو من عند غيري، بل هو من الواقع الذي عشناه ونعيشه على الأقل في هذا الموسم الغريب.
والمشكلة هو أن الثقة من ناحية المواعيد والأجندات والالتزام بها مفقودة بين الاتحاد وبين البقية دون استثناء. ونأمل أن يكون الموسم المقبل مختلفا عن الموسم الحالي، وكلما كان مختلفا كلما كانت الأمور أكثر إيجابية، وكلما كان النجاح عنوان للموسم. الإشكالية والأخطاء والسلبيات في كل موسم للأسف هي نفسها وتتكرر ودون أن نستفيد منها ولا نعمل في الموسم التالي لتجاوزها. ونأمل أن تؤسس أجندة هذا الموسم لمواسم نعرف من خلالها الخطوط العامة لمسيرته، وألا تكون المزاجية والارتجالية عنوان، وليكن التفاؤل عنوانا. ومن جهتي سأكون متفائلا، ولكن سأكون حذرا ومرتابا أكثر، والسبب هو التجربة التي عشناها هذا الموسم. يلعب كرة القدم، فما حدث يتجاوز الكثير مما يسمى التخبط والعشوائية والفوضى التي عشناها في الموسم الحالي. كل موسم أجندة مبكرة، ونسمع الأسطوانة نفسها، وعلى أساس سيلتزم به الجميع، ومن ثم يبدأ التجاوز والتغيير والتأجيل وغير ذلك من إشكاليات تجعل من الأجندة أثرا بعد عين. وكل أمل أن تخرج وكان الشك بذلك كبيرا جدا في التفاصيل اقتربت اللجنة المكلفة من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة من إنهاء ترتيبات نهائي الموسم الكروي المحدد في نهاية الشهر الجاري بنهاية مباريات النسخة الحالية من الدوري التي تبقت منها جولة واحدة فقط. ملامح الهابطين للأولى تلوح في الأفق مع استئناف مواجهات دوري عمان تل، وتتواصل اليوم مباريات الدوري في الجولة 25 في اليوم الثاني بعد أن أقيمت أمس مباراة واحدة مع الظفار أو بين فنجة ويبتعد يحتمل الخسارة للفريق الأخضر الذي يخشى أن يجد نفسه في دائرة الخطر، فيما يبحث عروبة عن نقاط النهضة ليؤمن استمرار على نتائج المباريات التي يشكك البعض إن لم نقل الكثيرون فيها، مستندا إلى بعض النتائج التي تم تسجيلها أو التحولات التي تشهدها بعض المباريات أو حتى توقعات البعض لنتائج المباريات قبل أن تقام. ولعل الحقيقة التي تستوضح الكثيرين من أو التي تستوضح الكثير من الأمور في معركة البقاء والهبوط. صحيفة كورة وبس فتحت هذا الملف فخرجت بعنوان تقول فيه: قبل جولتين من الختام صراع الهبوط والتلاعب بالنتائج يفرض إيقاع. وكتبت الصحيفة: هناك بعض الفرق المهددة ستلعب فيما بينها، وعندها لن يكون هنالك أي تلاعب، بل سيكون مبدأ أخدم نفسك بنفسك عنوانا. وإن كان البعض وهذا حقهم قد بدأ يغمز من عدالة جدول الترتيب كون أحد الفرق المهددة سيلعب قبل بقية الفرق، وهذا سيفسح المجال أمام التلاعب في هذه النتائج التي ستحدد مصير الفرق المهددة، علما بأن أبرز المواجهات المباشرة في الجولتين المقبلتين هما تلك المواجهتين الأولى التي تجمع نادي عمان والمضيبي في الجولة 25 والسلام مرباط في 26 والأخيرة. يملك المدرب المغربي إدريس المرابط سيرة ذاتية غنية، سواء عندما كان لاعبا دوليا أو من خلال تواجده واحترافه في اللعب في أوروبا ومنطقة الخليج، وسبق له أن بصم بقوة في الملاعب العمانية سواء أكان لاعبا أو مدربا. إدريس حل ضيفا على صفحات كورة وبس التي خرجت على لسانه بعنوان تقول فيه:
الفوز بلقب الدوري المغربي الإنجاز الأغلى في مسيرتي الكروية. وقال إدريس: بحكم غيرتي ومحبتي لسلطنة عمان وغيرتي على كرة القدم في هذا البلد الذي عشت فيه أياما جميلة ولا يمكن نسيانها، أوجه رسالة إلى المسؤولين عن كرة القدم ورؤساء الأندية تحديدا، وقبل اختياركم أي مدرب اختاروه حسب إمكانياته وخبراته التدريبية وشخصيته، وابتعدوا عن الأمور الأخرى القائمة على الحروز أو المعلمين وهذه الأشياء البعيدة كل البعد عن كرة القدم والرياضة. ويجب على رؤساء الأندية الابتعاد عن كل المدربين والإداريين الذين يؤمنون بهذه الأشياء، وإذا كان رئيس نادي ما يؤمن بهذه الأمور يستطيع أن يوفر المبالغ التي يصرفها على المدربين ويتعاقد مع أحد هؤلاء المعلمين لتدريب الفريق. للأسف هنالك أشياء ما زالوا يبحثون عن أمور بعيدة عن كرة القدم والعلم فيها. وصل إلى مبنى وزارة الشؤون الرياضية بروي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ومعه 4 من رؤساء الأندية، وبالتحديد 3 منهم يلعبون في دوري عمان تل، والرابع يلعب فريقه في دوري الدرجة الأولى. ربما أن الأمر محض صدفة، إلا أن صعودهم في نفس المصعد إلى الدور الثامن من المبنى يعني أن الأمر تم ترتيبه من قبل. فعندما تقابل مسؤول برتبة وزير هناك بعض الإجراءات الضرورية والأساسية. صحيفة كورة وبس كشفت عن ذلك فخرجت بعنوان تقول فيه: على باب الوزارة. وبالعودة إلى الاجتماع الأخير للجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم والذي عقد في أواخر مارس الماضي، ومن بين قرارات الاجتماع هو تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية رؤساء أندية المضيبي وبوشر وظفار والعروبة للالتقاء مع جهات الاختصاص لمناقشة الاشتراطات المقدمة من الاتحاد الآسيوي لتطبيق نظام تراخيص الأندية وإمكانية النظر في مساعدة الأندية ودعمها خاصة في البنود المرتبطة بالجانب المالي. والأمر تم فعلا، وزارة الشؤون الرياضية هي إحدى جهات الاختصاص ولها دورها المشهود في تطوير منظومة كرة القدم، وبالتالي فإن أغلب التكهنات توقعت أن يكون الحديث عن الجانب المالي بشكل خاص وعن مدى استعداد الوزارة لزيادة الدعم المالي بصفة عامة للأندية. رغم الأضرار الكبيرة إلا أن هناك إيجابيات خلفها إعصار ميكونو، ومن ضمنها الصورة الرائعة التي ظهر عليها الشاب العماني كما أبرز الدور الحقيقي للأندية العمانية. هذه المشاهد الإيجابية رصدها فهد التميمي في مقاله المنشور على صفحات كورة وبس. نتابع. دائما ما يضرب الشباب العماني أروع الأمثال في تفانيه لخدمة وطنه في كافة الظروف والأنواع المناخية التي أثرت على السلطنة، وتحديدا في محافظتي ظفار والوسطى والمتمثلة بإعصار ميكونو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أفصحت وأبانت عن معدن الشباب العماني الأصيل والراقي والذي كان على الموعد متخذا مواقعه في الحالة الطارئة والاستثنائية وفي مختلف القطاعات المدنية والعسكرية. وكشاب ينتمي إلى قطاع الأندية فمن الطبيعي أن ألتفت إلى الجهود التي بذلتها الأندية العمانية جميعها بلا استثناء، فمنهم من كان في قلب الحدث يمد يد العون لأهله وجيرانه، ومنهم من تقاطر إلى المناطق المتأثرة يحمل بيده أدوات إعادة الأوضاع إلى ما قبل يوم الأربعاء الماضي. والالتفات هنا هو إعجاب بتلك المجهودات في وقت تناسى الكل التنافس في الملاعب وتسابق إلى بذل الغالي والنفيس، فاختفت ألوان الأندية وانصهرت الانتماءات عند حاجة الوطن عمان إلى سواعد فتية تعيد إلى تلك البقعة الجميلة من أرض مجان. هذا هو دور الأندية إلى جانب دورها الرياضي الريادي. الأندية هي حاضنة للشريحة الأكبر من أفراد المجتمع وتطلع بدور اجتماعي وثقافي، وحملت هذه المسؤولية باقتدار طوال السنوات الماضية والفترات القادمة بإذن الله. وأسعدني التفاعل السريع من الأندية والاستجابة الفورية والتي أتت من خبرة تراكمية، تفاعل أصبح مضرب الأمثال داخل السلطنة وخارجها، والإشادة التي أتت من مختلف البلدان هي مصدر فخر واعتزاز، والأمر ليس بغريب على من سكن عمان وتنفس من هوائها. في هذه الظروف الاستثنائية وبعد حمد الله وشكره، كلمات الشكر والتقدير لا تكفي كافة المؤسسات الحكومية والأهلية وأيضا المبادرات الفردية والتي كانت على قدر المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها،
وأخص بالشكر قوات السلطان المسلحة وجهاز شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والهيئة العامة للطيران المدني والمديرية العامة للأرصاد الجوية ووزارات الصحة والبلديات الإقليمية والنقل والاتصالات وجميع من قضى الساعات الطوال وهو يحرص على سلامة الجميع. فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى وبوركت السواعد العمانية. حقق الحصان الشامي للخيال السلطانية المركز الثالث في منافسات سباق ويندسور البريطاني والذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس بيدوبس وإشراف المدرب سعيد بن بطل البادي. صحيفة عمان تابعت فخرجت بعنوان تقول فيه: الشامي ثالثا في سباق ويندسور البريطاني. وفازت بالمركز الأول الفرس شموس عذبة لمالكها مربط عذبة بقيادة الفرس ريستادي وإشراف المدرب فيليب كلينتون. وحقق المركز الثاني الحصان زيان إنجكور لمالكه زيان العربي بقيادة الفرس ديفيد تيرنر وإشراف المدرب هامرسلي. ريال عماني في كل أسبوع، 5000 ريال عماني جائزة كبرى، بالإضافة إلى 3 رحلات لثلاث مباريات كرة قدم مهمة في العالم. للاشتراك في المسابقة ارسل كلمة ابدأ على الأرقام التالية: لمشتركي عمان تل 91214 ولمشتركي أريدو 91817. برسالة واحدة ممكن تكون أنت واحد من الفايز. أهلا بكم مجددا وجولة في الصحافة العربية. وصف نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس فريق الإعداد للمنتخب السعودي في كأس العالم 2018 نواف التمياط مواجهة إيطاليا الودية بالصعبة، وقال هذا الأمر متوقعا يحدث معنا في مباريات كأس العالم أن تكون البداية صعبة في كل المواجهات الثلاثة التي سنلعبها، لذا نحن نعد لاعبين لتوقع أي شيء من تلك المواجهات خصوصا في الضغط والفرص المتعددة. صحيفة الرياض وقفت عند آخر تحضيرات المنتخب السعودي فخرجت بعنوان تقول فيه: الأخضر يستعد لبيرو وقائمة 23 تقدم قبل مواجهة ألمانيا. ومنح مدرب المنتخب بيتزي راحة للاعبي الأخضر عن التدريب الصباحي أمس، وعاود التدريبات في المساء والتي ستتواصل إلى موعد لقاء بيرو الودية الثاني يوم الأحد المقبل 3 يونيو، والذي سيجري خلاله عددا من التغييرات في مراكز الحراسة والوسط والهجوم بغية الوقوف على التشكيل الأنسب الذي سيلعب به المونديال. ويتوقع أن تكون مواجهة ألمانيا الودية الأخيرة هي البروفة الأخيرة للقائمة التي ستدخل لقاء روسيا. ما حدث بين الإسباني راموس والمصري محمد صلاح لم تقبله صحيفة الرياض بشكله الرياضي، لكنها ترى أن هذا الأمر ليس حكرا على راموس فقد حدث ذلك من قبل ولكن في الدوري السعودي. نتابع. من الطبيعي أن نتعاطف مع النجم العربي المصري الكبير محمد صلاح، ومن الطبيعي أن يصاحب تعاطفنا وقوعه على الأرض مصابا يتألم جراء مخاشنة قلب دفاع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، وأن يستمر التعاطف والمشاعر والتأثر برؤية النجم العربي يخرج من الملعب في أول نصف ساعة وهو يذرف الدموع بعد أن كان يأمل أن يقود فريقه ليفربول الإنجليزي إلى نيل كأس أمم أوروبا. المدافع الإسباني سيرجيو راموس تهور وتصرف هذا التصرف لأنه كان عاجزا عن إيقافه بالطرق الشرعية، ويخشى موهبته ومهارته ويعرفه تمام ذلك المعرفة، لذا قرر القضاء على خطورته باكرا وإخراجه من الملعب بمباركة الحكم الصربي الضعيف الذي وقف من الحادثة وقوف المتفرج ولم يكن شجاعا في تطبيق القانون ومعاقبة المدافع الخشن. وما فعله سيرجيو راموس لم يكن الأول ولن يكون الأخير، ففي الفرق والمنتخبات أكثر من راموس، وحادثة النجم محمد صلاح تكررت مع نجوم كثر راحوا ضحية اللعب الخشن. محليا كان وما يزال لدينا أكثر من راموس ساهموا في إصابات مؤثرة لنجوم ومواهب كروية، والكل يتذكر كيف كان يتعامل بعض مدافعي بعض الفرق من خلال الإمبراشات والركل والرفس. ولعل أبرز الضحايا النجم الدولي السابق نواف التمياط الذي اعتزل باكرا بسبب مخاشنة أحد لاعبي الوسط،
كما تكرر الموقف قديما مع صالح خليفة وجمال محمد، وتضرر من اللاعب الخشن كثيرا سامي الجابر ويوسف الثنيان ومن أمام مدافعين سابقين، وتعرض مدافع الرياض أحمد زايد لكسر مضاعف في وقت سابق، ومر بالتجربة المريرة محمد الشلهوب وعمر خريبين ومحمد السهلاوي وإبراهيم غالب وأحمد الفريدي والعديد من الأسماء من مختلف الفرق. ولا تتوقف هذه الظاهرة إلا من خلال وجود حكم حازم ذي شخصية قوية يتخذ قراره في الحال ويحمي المواهب الكروية من صائدي المفاصل والأكتاف والركب. ما حدث للنجم العربي محمد صلاح من قبل مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس من الطبيعي أن يواجه بحدة غضب غير مسبوقة، سواء من الأشقاء المصريين أو من غالبية الجماهير العربية ومشجعي ليفربول الإنجليزي. وأن تعج مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الغضب والاستهجان تجاه المدافع الإسباني الذي يصنف أنه خشن وصديق حميم للبطاقات الملونة. استنادا على أودية البرتغال، قدمت صحيفة الشروق التونسية قراءة موسعة لتتوقف عند نقاط القوة والضعف لنسور قرطاج، فخرجت بعنوان تقول فيه: انتعاشة معنوية، جاهزية بدنية، والدفاع معضلة حقيقية. وترى الصحيفة أن التعادل مع البرتغال أسهم في رفع الروح المعنوية للمنتخب والجماهير، كما كشف اللقاء عن جاهزية بدنية كبيرة للمنتخب الذي عاد من بعيد بعد أن كان متأخرا إلى أن حقق التعادل. أما في الجانب الدفاعي فترى الصحيفة أن الجهاز الفني عليه يفكر مليا في إغلاق الثغرات التي ظهرت في الخط الدفاعي لنسور قرطاج. استدعى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الحكم الإماراتي المساعد الدولي حسن المهري لينضم إلى الطاقم الإماراتي المكون من محمد عبد الله حسن ومحمد أحمد المشارك في كأس العالم 2018 في روسيا. صحيفة الرؤية الإماراتية أكدت الخبر فخرجت بعنوان تقول فيه: استدعاء المهري للمونديال. ويأتي استدعاء المهري بعد إيقاف مشاركة الطاقم السعودي في المونديال على خلفية قضية الحكم السعودي فهد المرداسي، وسينضم المهري لتحضيرات زميليه محمد عبد الله حسن ومحمد أحمد في الفترة المقبلة على أن يتواجد في معسكر الحكام للمونديال المقبل. قلب الإعلامي حسن عبد الرحمن في مقاله على صفحات الرؤية الإماراتية أبرز الأحداث الكروية في الموسم المنتهي ليتوقف كثيرا على الإخفاقات. نتابع. انقضى موسم كروي من أصعب المواسم على الشارع الرياضي الذي عانى كثيرا وهو يمتص الصدمة تلو الأخرى، بدءا بخروج الأبيض من الرهان المونديالي وخسارته للقب خليجي 23، ثم خسائر وخروج مثير للقلق توالى على أندية الوصل والوحدة والجزيرة والعين من دوري أبطال آسيا. توقع الناس أن يخضع اتحاد الكرة موسمه المنقضي للدراسة والتحليل عبر خبراء يجلسون محللين كل شيء حدث في الموسم، وعلى حسب جودة الدراسة والتحليل تأتي الثمار يانعة ومليئة بالعصارة. فهل بدأ اتحاد الكرة تحليل الموسم الفائت واضعا الخطط ومستشرفا الموسم المقبل بكل تحدياته الكبيرة؟ ولعل دراسة ملف الجماهير التي عزفت عن حضور عدد كبير من مباريات فرقها في الموسم المنقضي من أهم الملفات، وليعلم الاتحاد أن لا شيء يرفع أسهمه ويسهم من الآن في تعبئة الشارع الرياضي لمؤازرة الأبيض في النهائيات مثل العمل المبكر في دراسة ملفات الجماهير ومداوات إحباطها إثر النتائج السلبية للمنتخب والأندية. ولا بد أن يستحضر اتحاد الكرة في هذا المقام معاناة جماهير مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أخيرا، ولا بأس من استشارة بيوت الخبرة لإرساء خطط مستدامة لعمليتي بيع التذاكر وتنظيم دخول الجماهير للمباريات الكبيرة والنهائيات الآسيوية الوشيكة. قفوا على كل صغيرة وكبيرة تخص الجماهير سعيا لإرضائها، إذ بتعبئتها المبكرة سترون المؤازرة الرائعة للأبيض في النهائيات الآسيوية المقامة في الدولة. بدأت إدارة المسابقات بمؤسسة دور نجوم قطر في وضع الترتيبات الخاصة بجدول دور نجوم قطر 2019 الذي ينطلق في 3 أغسطس القادم بعد اعتماد اتحاد الكرة الرسمية رزنامة الموسم الجديد، والتي كان قد كشف عنها في اجتماع الرابطة مع الأندية نهاية إبريل الماضي. وسينطلق الموسم بكأس السوبر بين الدحيل والريان في 1 أغسطس، وتنطلق الجولة الأولى للدوري في 3 أغسطس. صحيفة الراية تابعت فخرجت بعنوان تقول فيه:
إعلان جدول دوري الموسم المقبل أول يوليو، ولن تختلف آلية جدول الدوري عن الموسم الماضي، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مستويات طبقا لنتائج الفرق في دوري الموسم الماضي، حتى تلعب جميع الفرق مباريات متكافئة بحيث لا يلعب فريق مع فريقين من نفس المستوى في أسبوعين متتاليين، كما سيتم خلالها وضع جدول الدوري مراعاة التوازن في الذهاب والإياب، ولن تكون هناك إشكالية في الآلية الجديدة لأنها ستكون في مصلحة جميع الفرق. وستعمل إدارة المسابقات خلال وضع جدول الدوري على مراعاة مشاركة الدحيل والسد في دور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا، حيث يلتقيان مع الاستقلال وبيروز الإيرانيين، ويقام الذهاب في 27 و28 من أغسطس، والإياب في 19 و18 من سبتمبر. التقرير التلفزيوني الذي عرض عن الكرة العراقية استفز الإعلامي محمد حمدي الذي أيد ما جاء بالفيديو وأضاف نقاط سلبية كثيرة. نتابع. استعرت المثل المصري الشهير اللي ما يشتري يتفرج كعنوان، ولم أجد أفضل منه ونحن نعيش ذروة الفرجة المجانية على واقع رياضي أصبح لا يملك من الرياضة سوى اسمها، وتلوث بألوان الملوثات المتعبة لجماهيرنا بصورة عامة. إن الأندية كما يعلم الجميع هي الأساس في الرياضة التنافسية، وهي خلايا التماس الأولى بالموهبة وتطويرها، وبالتالي فإن عجزها وتراجعها يعني بالضرورة تراجع الرياضة إلى الدرك الأسفل. ومشكلة جميع الأندية تكمن في مصدر تمويلها الذي لا يرتقي في أفضل حالاته أن يكون هبات ودفعات مالية تسلخ بشق الأسماء من نادي كبيرا أو صغيرا، ولا نملك في حقيقة الأمر من تمكن أو وصل إلى يحصل في العالم من حولنا، وهي قضية شائكة ستجرنا إلى تعطل القوانين أو عقمها وتدافعها مع عقبة الروتين الإداري المهلك وتداخل الأطراف المؤسساتية المباشرة وغير المباشرة بشؤونها. إنها قضية عامة ضربت الرياضة بأنديتها واتحاداتها جميعا، ووصلت إلى المنتخبات الوطنية التي عانت هي الأخرى وألغت مشاركاتها الخارجية تحت طائلة الإنفاق أيا كان شكله ثقيلا أو معقولا. وقد بدأنا فعلا من خسران رصيدنا الكبير وتهدم صروحنا الأساسية التي تبلور عمل الرياضة بمنظومتها، وتخطى الأمر إلى الفضائح والفرجة كما أسلفنا بعد أن شاهد القاسي والداني ما يحدث في رياضة العراق، وحالات العجز والتدويل واللجوء إلى المحاكم الدولية والاتحادات القارية والعالمية، وعدم القدرة حتى لتأهيل أنديتنا العراقية ومساندتها في تحمل أعباء العمل في الزمن الصعب. يقينا إن ما نمر به اليوم هو الأسوأ رياضيا على مستوى عقود من الزمن، وأن عملية الإصلاح ستكون شاقة جدا في العثور على بارة حقيقية تنقذنا مما نحن فيه، وإلا فإنها السنة الأخيرة التي نرى فيها مباريات الدوري وتصارع الأندية الكبار. إن الوقفة والطلب الذي تكفل به إعلامنا الرياضي لا بد له أن يأخذ صداه على أعلى المستويات في الدولة، وأن تنظر إلى فقرات الدستور التي أمنت متطلبات الرياضة وليس تركها تصارع الموت فريدة وتتغنى بموتها الفضائيات على طريقة اللي ما يشتري يتفرج على رياضة العراق. يتأهب نجم كرة القدم الأردنية موسى التعمري لخوض تجربة احترافية خارجية أولى ومباشرة إلى القارة الأوروبية، وتحديدا مع نادي أبويل القبرصي. صحيفة الراية الأردنية أشارت إلى استقبال نادي أبويل له فخرجت بعنوان تقول فيه: أبويل القبرصي يرحب بالنجم التعمري. وبعدما بات التعمري محط الأنظار قياسا بما قدمه في الموسم الماضي مع الجزيرة المعار إليه من شباب الأردن، فقد دخلت العديد من الأندية على خط السباق للتعاقد معه قبل أن ينجح النادي القبرصي في الحصول على توقيعه لعقد يمتد لثلاث سنوات بمقابل 800,000 دولار، حيث لم يعلن ناديه الأصلي شباب الأردن أو الجديد عن التفاصيل المالية الخاصة بذلك. فاصل قصير وبعد ذلك جولة في الصحافة العالمية، لا تذهبوا بعيدا، فنحن بانتظاركم.
أهلا بكم مجددا. كشفت صحيفة آس الإسبانية عن احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو هذا الصيف عن صفوف ريال مدريد منتقلا لعملاق فرنسا باريس سان جيرمان يغري كريستيانو. وكتبت الصحيفة البرتغالية تخضع للجرائد الخاصة بالقميص الجديد وللصور الخاصة بالمتجر الإلكتروني. وكان رونالدو الذي توج بلقب هداف بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والحاصل على 5 كرات ذهبية قيم الكثير من الظلال على مستقبله بعد التتويج مع الفريق الملكي بالبطولة 13 من دوري الأبطال. ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأربعاء على مستقبل غونسالو هيغواين مهاجم يوفنتوس في ظل الغموض الذي يحيط به. صحيفة كوريري دي سبورت خرجت بعنوان تقول فيه هيغواين يخرج، وأشارت الصحيفة إلى أن هيغواين سيغادر اليوفي مقابل 60 مليون يورو، وهذا ما أكدته صحيفة توتو سبورت التي عنونت تقول الهدف يقترب. وكتبت الصحيفة يوفي لم يعد يعتبر هيغواين أمر لا يمكن المساس به، رحيل بيبيتا يحث يوفنتوس على التفكير في 6 مهاجمين من الأفضل في العالم ومن أهم الأندية الأوروبية. إلى فقرة الكاريكاتير وباقة من الرسومات المختارة لهذا اليوم. وصلنا إلى الختام مشاهدين الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، دمتم بود وإلى اللقاء.